سأضع هذه في خزانتي. يجب أن أحضر قفلاً. ها؟ غرفة سرية؟ لم ألاحظها من قبل. ربما علي إلقاء نظرة. واو، واسعة جداً. أوه، يبدو المكان مريحاً. أخيراً مكان للدراسة والقراءة. واو، لم أكن أعرف ذلك. سأتي إلى هنا أكثر. واو، مرحباً ألي. أوه، لماذا؟ وكأني سأتحدث إلى جاستن. لا أفهم أي من هذه. أريد وقتاً لنفسي. لحسن الحظ لدي مكاني الخاص. سأدخل ببطاقتي الذهبية. هذا أكثر ما أحبه. مكان سعادتي. وقت المرح. يبدو هذا مثيراً. واو، وكأنه حقيقي. أو أنا بحاجة للاسترخاء. هذه أحدث تدابير السلامة. علي الحذر. أخيراً وصلت. تفضلي. أكره تحدث المساعدين إلي. أريد تدليل نفسي. سأضع لك قناع للوجه. أفضل قناع على الإطلاق. مصنوع من الذهب. ستبدو بشرتك أكثر تألقاً. هذا مضحك، فهو يكلفني ذهباً فعلاً. تفضلي. أحب عملي. لماذا ما زلت هنا؟ هذه الحياة. كان حلماً رائعاً. شكراً على إبقاء دافئة يا فراشي. بثبات وصلابة. نفس عميق. سأحبس. 29 و30. أفضل من القهوة. يبدو شعري مقبولاً. يجب أن أفرش أسناني. هذا مقزز. إنها مغطاة بشعري. ياه، هل لدي فرشاة أخرى؟ ممتاز. هيا. هيا. تبقى أي معجون؟ أجل، هناك معجون. هذا جيد. هل يوجد شيء يمكنني أكله؟ ضمآنة. هل يوجد المزيد؟ هذا الماء عكر، لكن ما باليد حيلة. حل الصباح. مرحبا يا عالم. رقبتي ليست بداية جيدة. كان الجو باردا بالأمس. كم عدد هذه الألحفة؟ حقا؟ أخيراً، استغرق ذلك دهراً. هذا مريح. سأستعد لليوم. أحتاج إلى قص شعري. سأخذ موعداً لاحقاً. أريد استخدام الفرشاة الذهبية اليوم. أو ربما... كلا. من الصعب الاختيار. ممتاز. فرشاتي السحرية، ما أجملها. إنها مناسبة لأسناني اللؤلؤية. لامعة وبراقة مثل أسناني. حان وقت معجون الأسنان. أفضل معجون الأسنان الأزرق. حسناً، هذا أفضل بكثير. والطبقة الأخيرة معجون بنكهة القرفة. هذا جيد. آلة القهوة تناديني. سأملأ هذا الكوب. أفضل من المقهى. ولا حاجة للانتظار في الطابور. صباح الخير لنفسي. أكره المطر، خاصة مع هذه المظلة الغبية. يا إلهي، ماذا حدث لك؟
هل استحممت وأنت ترتدين ملابسك؟ يجب أن أشتري أحذية جديدة. يخبرني حدسي أن هذا الحذاء تالف. هذا اليوم فظيع، أبدو مثل جرد مبلل. هل هي جائعة؟ سأعطيها لوحة شوكولاتة. هذا لي؟ شكراً، لدي المزيد من الحلويات. هل هذا غلاف بلاستيكي؟ هناك الكثير من الأغلفة. خطرت لي فكرة، إنها مقاومة للماء. لماذا أنفق مبلغاً كبيراً على مظلة جديدة؟ يبدو أنها ستمطر. إنها تحميني من المطر، هذا رائع. ظننت أن الحصة لن تنتهي أبداً. هل تريد السير معي؟ ألم يكن الاختبار صعباً؟ ظننت أني سأرسب فيه. من الجيد أنا وآخر يوم دراسي في الأسبوع. أخبرني إن كنت تريد الخروج يوم السبت. يمكننا مشاهدة فيلم معا إن أردت. تبدو فكرة رائعة. وداعا يا لانا. واو، سيارة لانا جميلة. إنها بيضاء ونظيفة. أين سيارة ستيفن؟ أو دراجته البخارية؟ لا يهم شكل المركبة طالما ستوصلك لوجهتك. حان وقت الأكل أخيراً. ما الذي حضرته لي أمي اليوم؟ أنا أتضور جوعاً. واو، أليست أمي أروع أم في العالم؟ رائحتها زكية. رائحتها زكية. رائحتها زكية. تعلم أمي أني أحب الديك الرومي. هل يأكل كل الفقراء هذه القمامة؟ لقد وصل غداؤك يا أنسة لانا. رائع، شكله جميل. يليق بقدر الأميرة. لقد أضفت رشة من إكليل الجبل. هل المكونات طازجة؟ لقد قتلت السمكة بنفسي ثم قليتها حتى نضجت. يا إلهي، هذا غداؤها؟ بالعافية، خدمتك شرف لي. لذيذة. هل تمزحين معي؟ اسمها مرتبة اجتماعية. ابحث عن معناها.緊張するわね。こんなのただの数字よ、自分。増えてませんように。お願いします。あら、やだ。空気だけで耐え忍んでるのに。ありえないわ。何かしら、入って。いいかしら?美人なだけでなくて、細くなきゃいけないのよ。 もうこれはどうにもならないわ。この状況変えてみせます。みんなそういうもんなのよ。じゃ腕前を見せてちょうだい。ただの写真でしょ。私ならできる。頑張れ。カメラに好かれちゃってるんじゃない。クローズアップもお手の物。イエイ。かましちゃって。そうそう、いいわね。もっともっと。こんなのはどう。 素晴らしいわ。よした、これで十分ね。仕上がりを見てみましょう。で、どうだった？後で連絡するわ。多分、そうですか。楽しかった？それがね、どうも。主演室なら廊下の先にあるわ。違う、モデル志望なんです。あなたが楽しいかなって思って。 いいわ。お手並み拝見といきましょう。行くわよ。ああ、よかった。初めに測定器に乗って。無駄だろうけど。嘘でしょ？どうしたんですか？私があなたをスターにしてあげるわ。本当ですか？いいわね、その調子。 これかわいい。おっと。
まれたての小鹿以下の上品さね。これはどうかな。美人になった気分。おっと、全然ダメじゃない。一生やってられそう。あら、そう、これで十分かしらね。私モデルになれますか。あなた才能の塊だわ。私が発掘してあげたんだけど、ミラノも夢じゃないわよ。うわあ、私が。本当ですか。ありがとうございます。息ができない。どうもどうも。コーヒーお願いします。ナイスチョイス。嘘でしょ、ブリトニーがモデル。でもなんで、こんなのありえない。コーヒーお待たせ。どうも、お釣りはいりません。あざーす。まあコーヒー買えたからいっか。嘘でしょ、ブリトニーだらけじゃん。逃げ道がない。あの子どうしたんだ。سأصبح مشجعة مشهورة يوما ما. انظري إلى هذه الفتيات. هيا يا إيفا، يمكنك فعلها. حان وقت تألقي. واو، انظري لآني. إيفا، آني، زيك يا ظريف. واو، شكراً. هتريدين السير معي؟ انظري إلى ضيفتها الهائلة وشعرها. هل يمكن لشعري التحرك مثله؟ يمكنني التدرب على ذلك. هولا، سقطت المشجعة. هذا حظي، هذا محرج للغاية. يا سأستخدم قوة جذعي. هولا، فقدت توازني. أوف، لماذا تحدث هذه المواقف لي؟ هل رآني أي أحد؟ ابتعد عني. ماذا تفعلين وسط هذه القمامة؟ الأمر ليس كما يبدو علي. هاي براين، لنبتعد عن هذه القمامة. إنها مثل قمامة متحركة. لن أصبح مشجعة أبداً. أنا مجرد قمامة كما قالت. مقزز. لقد عدت. اضطر براين للذهاب للحصة. ونمر جميعاً بمواقف محرجة. الكل يبدأ من نقطة الصفر، صحيح؟ أوف، تاريخ الفن مبهر حقاً. لكن لا شيء مثير مثل الغداء. أحضرت معي شطيرة لذيذة، سيشعران بالغيرة مني. هل نسيتها؟ يا لغبائي. يبدو برجر براين شهياً، يسيل لعابي من منظره. هل هذا سمك مقلي؟ أريد لقمة صغيرة. كل الطلاب أنانيون. تقرقر بطني بشدة. هذا قاس. لا، هذا مستحيل. هل هذه أمي حقاً؟ أين ابنتي العزيزة إيفا؟ ربما لن تراني. أظن أن هذا صفها. يا إلهي، ها هي ابنتي الغالية. أحضرت شطيرتك المفضلة، تركتها على منضدة المطبخ. هل هذه أمك؟ أمي، انصرفي، أصبحت فتاة كبيرة. لكن تحتاجين غداءك، وستظلين في عيني طفلة دائماً. يا لجمال خديك الممتلئين. أمي، أنت تحرجيني كثيراً. غدري الصف. كليها كلها، مفهوم؟ أراك بعد الدوام. أتمنى أن تنشق الأرض وتبلعني. حقاً.
حضرت لك يا أمك بومة. هذا غير مضحك. أصدق أني أجلس بين هذين الأحمقين. هيا ابقي مستيقظة. ما الذي تقوله؟ 1+1=. أكره الحساب. كلا لن أستمع. سأضع طلاء أظافر أزرق المرة القادمة. أوف، لا تزال في المسألة نفسها. كم بقي على انتهاء الحصة؟ 20 دقيقة. يجب أن أخذ امتيازا على بقائي مستيقظة. إنها بطيئة جدا. جديد على الأقل. هذا اللون الأزرق جميل. أمسكته. كيف فاتني كل ذلك؟ كشحت بنظري للثانية. توقفي. ماذا؟ استسلم. مرحبا، كيف حالك؟ هل شاهدت الحلقة الجديدة بالأمس؟ لم أصدق ما جرى، خاصة عندما اعترف البطل بحبه للبطلة. لم أتوقع ذلك على الإطلاق. وبالطبع شعر الشاب الآخر بالغيرة. ما خطبها؟ هل تسمعينني؟ أوف، لا بأس، لابد أن هناك أحد يمكنني التحدث معه. أو سأنتقل إلى ذلك المكان. يبدو شهياً. هل شاهدت الحلقة الجديدة البارحة؟ يا للهول، لا يمكنني تحمل هذه الثرثارة. مهلاً، إلى أين تذهبين؟ تباً. المعلمة، سأتحدث معها. لن تعاملني بقسوة لأنني طالبتها. مرحباً يا أستاذة، هل شاهدت آخر حلقة بالأمس؟ لم أصدق أن البطل شارك في تلك الجريمة. هو سعدت بالتحدث معك، لكن عندي حصة الآن. حصة؟ ماذا؟ لكنه وقت الفسحة. انتظري، ساتي معك. وفوق كل ذلك كان هناك الشبح. أظن أن الشبح هو روح زوجته الميتة أو ربما أخته. انتظري، احملي أغراضي. ابقي هنا، يجب أن أذهب للحمام. انتظري، يجب أن أخبرك بقية الأحداث. بسرعة، يجب أن أقفل الباب قبل أن تلحقني. لن تصدقي من ذهب في موعد. لا 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 لا، لا أستطيع الهرب منها. لا تتوقف عن الكلام. لم أتوقع ذلك على الإطلاق. لدي حل. سماعاتي، لن أسمع صوتها الآن. أوه، كم هذا مريح. سأتخيل أنني في مكان جميل. هناك وحش في الغابة. أوه، نسيت أن أخبرك عن الكلب. مستحيل. أوف، كان مجرد كابوس. هذا جيد. حان وقت الغداء. أو لحظة، يجب أن أعقم يدي. نظافة اليدين مهمة. لا مكان للجراثيم. مرحبا، كيف الحال؟ يا سأبعد طاولتي عنها لأظل نظيفة. يا للهول، إنها مهووسة بالنظافة. أو شو؟ لا 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 لا، جراثيم، جراثيمك في كل مكان. هذا مقزز. حسنا، سأتناول غدائي الآن. أتريدين هذه الكوكيز كاربون اعتذار؟ كلا، أبعدي طعامك القذر عني. توقفي، لا ترشي طعامي. هول، لقد رششت على عيني. اشتهي الشوكولاتة منذ الصباح. حسناً، الحساب دولاران. لا أظن أن لدي ما يكفي. آسفة، هذا سلف. لا أظن ذلك. أهلاً بك في شقتك يا آنسة. ليست سيئة. حقاً؟ كلها لي طبعا يا آنسة. ماذا أنت بارعة فيها؟
نعم، أقضي كل وقتي هنا. آسفة. انطلقي. حسناً. واو نعم. هاي. لنرى ما لديك. إنه وقت الفيلم. لا يوجد أي شيء يمكنني فعله هنا. واو. لي. ليس مجددا. نعم. نعم. أنت أوقف في هذا الإزعاج. حسنا. أفضل من لا شيء. لو سمحت ارفع لوحة رقمك. ربما يجري بك التقاط صورة لعضلاتي. لا يهم، التقطتها. استدر للناحية الأخرى. هل يمكنني الانصراف؟ التالية. هل يمكنني تغيير ملابسي؟ هذه الإضاءة سيئة. هذا أفضل بكثير، صحيح؟ أجل، تألقي أمام الكاميرا. ممتاز. يمكنني فعل هذا طوال اليوم. أوف، جوي هنا. أنا كيمبرلي، أنا أنيقة. هل هذا أفضل ما لديك؟ لم تطري للكدح لكسب المال. لكني أعرف كيف أنفق مالي. أحصل على ما أريده دائما. حقا؟ هذا جيد، انتهيت. هل هي متينة؟ على الأقل هناك حاجز يفصل بيننا. هذا أفضل. ماذا؟ هل يجب علي ارتداؤه؟ لا أحد يبدو جيدا في ذي السجن. كم أكره هذه البدلة. ماذا؟ هذه البدلة ليست من الحرير. لا أرتدي سوماركات عالمية. أجل، هنا. سأجعلك تبدين رائعة. إنه سيء. أصفر. هل تمزح معي؟ ماذا عن المخمل الفاخر؟ هذا ما أتحدث عنه. سأخذ كل مقاساتك حتى يبدو وزيك مثاليا. أوشكنا على الانتهاء. ما رأيك؟ لقد أعجبني. وهذه الأحذية؟ أنا مستعدة للخروج. الهواء هنا جاف أكثر من الصحراء. بشرتي بحاجة ماسة لبعض العناية. تفضل يا كيمبرلي. مثل المنتجعات الصحية. ستشعرين بالاسترخاء. استمتعي. ما هذه رائحة سيئة؟ إنها سيئة جدا. آمل أن يكفي هذا الماء. يحتاج إبطي إلى تنظيف مكثف. الوضع فظيع. منذ متى وأنت هنا؟ إنه مقزز. لحظة. ماذا؟ لم يترك لقمة واحدة لي. يجب أن أنظف إبطي بسرعة. أحتاج إلى صابون. لا يزال قادرا. وجدتها، سأستخدمه. وداعا يا شعر إبطي. يا للهول. ماذا؟ هذا ليس شعري. غريب. خطرت لي فكرة. من يريد زيت السمك؟ اعتبريه علاج وجه بملح بحري، لكن برائحة فظيعة. حسناً يا آنسة، حان وقت ترطيب بشرتك. خذي نفسا عميقا. هناك رائحة عفنة. إنها من الكريم. يا إلهي، يا
قبل سوق السمك. أبعد هذا الشيء عني. هذا مرع فعلا. أشعر براحة كبيرة ولدي حلويات أيضا. أيها سأختار؟ الشوكولاتة هي الأفضل. مقرمشة ولينة. ماء فظيع، حتما سأتعرض للبلل. كان ذلك مرضيا لي. غلاف قطعة حلوى. يكاد يكون شهيا كالحلوى الحقيقية. أهلا، لحظة، لست بحاجة للمظلة بعد الآن. يامي، انتهيت. غلاف آخر رائع. رائع، أنا ثرية. هاي، قمامة أحد السجناء كنز لسجين آخر. هل تمطر الآن؟ هذا هو الطقس الذي أفضله. والآن حان الوقت لأصعب جزء. كدت أنتهي. سيداتي سادتي، دعوني أقدم لكم مظلة الحلوى. أليست رائعة؟ جميل. يسقط مني هذا الشيء دائما، لا يمكنني استخدامه الآن. لحسن الحظ أنا لدي واسطة. أيها الحارس، تعال إلى هنا. هل تريد بعض الذهب؟ كما ظننت، افعل ذلك بسرعة. حسناً، سأتولى الأمر يا فتاة. هاتف جديد كلياً. أنت الأروع. انظروا لهذا الشيء، إنه لي وحدي. هاي، هنا. ماذا؟ ما رأيك بهذه الخلية الجميلة؟ رائعة، ها؟ إنها كومة قمامة. هذا أفضل ما يمكنني تقديمه. هل يرسل هذا الشيء رسائل نصية؟ أحتاج للمال. عيد ميلاد سعيد يا إما. تذكرتم يا رفاق، شكرا لكم. كأي يوم عادي، أم ليس كذلك؟ هذه لي؟ أشكرك يا نفسي، أفضل عيد ميلاد على الإطلاق. هذه الكعكة كلها لي، وبنكهة التوت المفضلة لدي. دعونا لا نضيع الوقت، سيكون هذا أفضل. مليئة بالكريمة. حل ناجع. تجعلني الشوكة بطيئة في الأكل. غطاء طاولة مميز ليومي المميز. أليست جميلة؟ احتفظت بها من غداء الأمس. مرحبا أيها السيد فأر، تعال وانضم للحفلة. يا له من وجه جميل. كما تعلم، اليوم عيد ميلادي. هذه لك. لا شيء أجمل من قضاء يومك المميز برفقة شخصك المميز. شهي. هل تتحدث إلى الفأر؟ حسناً، هيا بنا. توقفي، سأكشف عن طبقي أولاً. سلاسل ذهبية وفضية. سارة، ما حصلت عليه. حسناً، نودلز الرامن الجافة. يا ترى ماذا سأفعل بها؟ وجدتها. سأضعها في هذا الوعاء. جيد، لنرى الآن. بالطبع، سأضيف إليها خواتمي. هيا بنا، ستساعدني على الفوز. سأغلق الآن. جاهز، ممتاز. ما هذا المنطق؟ ماذا سأفعل أنا؟ لدي غلاية كهربائية، كيف سأستفيد منهما معا؟ حسناً، سأجرب. سأضع النودلز في الداخل. ولن أنسى إضافة الماء.
حسناً، سيكون هذا كافياً. سأغلقها وأشغلها. انظري، بدأت تنضج. سخن الماء بسرعة. أوه، رائحتها شهية أيضاً. أحضرت عيدان الطعام. حسناً، لا يهم، لدي عيدان أيضاً. لنكشف عن الطبقين معاً. ها؟ لا شيء هنا؟ مهلاً لحظة. أوه، لوازم البرجر. شكراً جزيلاً. ماذا عني؟ هل سأحصل على شيء أيضاً؟ ماذا؟ ها، حسناً. ماذا؟ ما هذا؟ لم أحصل سوى على الخبز. أين العدل هنا؟ يا إلهي، هذا الطبق هو الأسوأ. ها، وحتى أن الخبز أسمر. أهلاً لحظة، دعي هذا الأمر لي. سأحتاج إلى كوب فقط. سأصنع دائرة مثالية من الخبز. هكذا، رائع. سأضعها بين شريحتي الخبز الأبيض. حسناً، أعتقد أنها تبدو كشطيرة البرجر. الشكل لا يكفي للفوز. سأحضر البرجر على أصوله. سأضع طبقة من الخس والجبن واللحم والطماطم. ها هو برجر مثالي. سأفوز بالتأكيد. يا إلهي، من أين أتى هذا القدر؟ أوه، وجدتها. سأضع البرجر بداخله. انظري، ينضج بالسحر. أوه، أظن أنه جاهز. واو، أصبح برجراً ذهبياً. حتى أنها مزينة بالأحجار الكريمة. لا أرى العدل بتاتاً. لنكشف عنهما معاً بالعدل إلى ثلاثة. واحد، اثنان، ثلاثة. هيا ارفعي. مستحيل، خاتم عملاق. ما أجمله. يا إلهي، خاتم ماسي كبير. هذا أفضل ما حصلت عليه. مرحبا يا خاتم الجميل، تعال إلى إصبعي. ملائم تماما لخواتم الأخرى. أوه، هذا الخاتم مذهل جدا. لم أرى من قبل شيئا بهذا الجمال. كم هو لامع. واو، لا أصدق، هذا الخاتم مذهل حقاً. سارة، هل أنت بخير؟ هاي، ربما أنت بحاجة لاستراحة من التحديق به. طيب، لا يهم، على الأقل خاتمي معي. ها، يبدو غريباً بعض الشيء، رائحته شهية. إنه من الحلوى، خاتمي مصنوع من الحلوى. ومذاقه شهي أيضاً. ما هذا الصوت؟ هاي، خاتمك من الحلوى؟ أعرف، يا له من حظ جميل. واو، تمضغينه فعلا. ها، ياي، حصلنا على طبق آخر. سأكشف عنه أولا هذه المرة. انظري، دببة من الجيلي. أحب دببة الجيلي، إنها المفضلة لدي من بين كل الحلويات. سأخذ حفنة كاملة. كم هي جميلة. أظن أني سأبدأ بدب أحمر. شهي، ماذا لديك تحت هذا الغطاء؟ أعتقد أني حصلت على دب فاخر. ليس مذهلاً إطلاقاً. أوه، ما أجمله، والفيونكة مطابقة للقدمين. مرحباً. نعم، لا أريد هذا الدب. حاضراً آنستي، تفضلي. حصلت على دب أكبر. بالطبع، هذا ما أستحقه. أوه، أستحق هذا التاج أيضاً. لطالما أردت أن أكون أميرة حقيقية. تبدين جميلة جداً بهذا التاج. هل يمكنني تجربته؟ سخيف، بالطبع لا. أبعدي يديك عنه. عظيم، لست بحاجة لتكوني لئيمة لهذا الحد. لنرى، معي دببة الجيلي هذه، وقد أوحت لي بفكرة. هاي، ماذا تفعلين بهذه الحلوى؟ والقطعة الأخيرة. جاهز، سأجعل
أجعل نفسي ملكة دبابة الجيلي. أوه، تاج صالح للأكل. أشعر بالغيرة حقا. لنلتقط سيلفيهات معا. أوه تينا، هذا التاج معطوب. إنه يذوب وبدأ يغطي وجهك. ها، شهي المذاق. يا مقرف. ياي، عصا سحرية. كم هي جميلة. يا ترى هل تعمل فعلا؟ هاي، مهلا لحظة، إنها من الشوكولاتة. أحب نجوم الشوكولاتة. لذيذ جدا، لدي عصا أيضا. رائعة، تعجبني فعلا. أوه، سأجربها. ماذا حدث؟ لم لا تعمل؟ مزعج، أعتقد أني سأجربها لاحقا. ما هذا؟ لما هذه العصا فاشلة؟ تينا، لقد حصلت على كل الأشياء السحرية. مستحيل، انظري لكل هذه الأشياء. أجهزة حاسوب وهواتف جديدة. ربما أحتاج فقط إلى عصا جديدة. أوه، يحدث شيء ما، لا يمكنني الانتظار. ما هذا؟ دمية بشكل البراز. هذا ما حصلت عليه؟ هذا مضحك. أجل، مضحك جدا، اضحكي أكثر. بصدق، أنا أولا. ها هو، يبدو أنا طبقي. شريحة لحم بولونيا بالزيتون. يا إلهي، هذا نصيبك. هذا الطبق لا يفتح شهيتي إلا إن لعبت به قليلا. ماذا تفعلين؟ ألم تفعل هذا في الطفولة؟ وجهي من اللحم. اهربوا يا أطفال. هذا مضحك. ستسقط الشريحة في أي لحظة. يا، إنها مقززة. كلا، لا أريدها. افتح طبقك إذن. واو، شريحة لحم فاخرة مغطاة بالذهب، وحجمها كبير جدا. انظري إليها، لن أقول لا لها أبدا. راقبي وتعلمي، هذا حجم اللقمة المثالية. ليست كبيرة ولا صغيرة. اللقمة المثالية. أجل، هذا اللحم طري أيضا. حقا؟ إنه يذوب في فمك. يا لسوء حظي. لا تقلق، أمسكت طبقك. هل هذا خاتم؟ إنه جميل ولامع. هل هو لي؟ لا أصدق ذلك. هانا؟ نيك، لماذا تجثو على ركبة واحدة؟ ماذا؟ أنا لست مستعدة بعد. ما خطبها؟ لنفتحهم الآن. أوه، سأفتح طبقي أولا. هل هذا مقهى ستاربكس؟ أعرف المكان عز المعرفة. أوه، مرحبا، هل يمكنها سماعي؟ تبدو مشغولة. ألو؟ المعذرة، سرحت قليلا. ما هو طلبك؟ لاتي مثلج من فضلك. 5 دولارات. هل لديك فكة؟ شكرا. احتفظي بالبقية، إنه بقشيش. شكرا جزيلا. اللاتي المثلج قادم. هذا الآيباد مفيد حقا. هل الشراب جاهز؟ تفضل. واو، هذا ما تحصل عليه مقابل 100 دولار. يبدو شهيا، سأتذوقه الآن. أتعلمين؟ طعمه جيد، لكنه يحتاج إلى القليل من السكر. ماذا حدث؟ أظن أنه عطل تقني. أتمنى لك يوما سعيدا. أصبحت رائحتي مثل اللاتيه. حصلت على قهوة أيضا، لكن يبدو أنه يجب علي تحضيرها. ستاربكس الفقراء.
ربما لن يكون طعمها بذلك السوء. كل شيء جاهز. الماء المغلي هو المكون السري. سأفتح الغلاء وأسكب المسحوق في الكوب. حان وقت السحر. إنه يختلط من الآن. أترى؟ ما الذي أنظر إليه أصلاً؟ هل ترين قهوة هناك؟ هل أنت متأكدة من أنك قمت بذلك بشكل صحيح؟ تبدو قهوة لي. يجب أن أواصل تحريكها. أنا أحركها. حان وقت الحصول على آيباد جديد. طعمها لذيذ. سأشرب هذا اللاتيه. يشعرني هذا الفن بالنعاس. ابقى مكانك يا قلبي. تلك إنها باهظة الثمن، لكن هذه ليست مشكلة، سأشتريها لك. يا من هذه الفتاة؟ ما مشكلتها؟ هذه الأشياء غالية وأشعر بالجوع الآن. ترك أحدهم هذه الموزة، إنها من نصيبي. إنها لذيذة، طعمها طيب. يا لوقحتها. إنها نائمة مثل أميرة. إنها جميلة حتى وهي نائمة. جينا عزيزتي، إنه وقت الاستيقاظ. واو، حظيت بنوم عميق، نوم يليق بأميرة. أمي، هل هذا لي؟ إنها هدية بسيطة. واو، ما أروع. لماذا قائمة مهامي طويلة؟ لا أريد القيام بكل هذه المهام، أرجوك يا أمي. حسناً، ارتاحي، التوتر يسبب ظهور التجاعيد. سأراك بعد بضع ساعات. هل هناك شيء مختلف فيها؟ كلا، جميلة كالعادة، لكن لا تحظى كل الأميرات بنوم عميق. اخرس، الضوء ساطع، أكره الاستيقاظ هكذا، أريد النوم حتى الظهر. ماذا لدي؟ قائمة مهام طويلة، كيف سأتملص منها؟ وجدتها. أمي، ماذا؟ وجهك، لابد أنك مصابة بحمى. كلا، ابقي في السرير، درجة حرارتك عالية. بنتي المسكينة. لماذا أصبعي أحمر أيضا؟ هذه ليست حمى. كلا، انهضي قبل أن تفوتك الحافلة. على الأقل حاول. استعجل يا بدي، لقد تأخرنا. واو، تبدين رائعة للغاية. هذا الزي يناسبك تماما. لنغادر؟ انتظر، أشعر بدغدغة هنا. يا للعجب، رحب بحبيبتك المسترجلة. لن نذهب إلى أي مكان، اتفقنا؟ لنجلس ونستمتع بتناول قطع الدجاج. إلى جانب ذلك، أليست المباراة الليلة؟ هل هذا يعني أننا لن نذهب إلى السينما؟ تبدو فكرة جيدة. لماذا نخرج عندما يمكننا الاستمتاع في المنزل؟ شكراً، إنها أشبه بصاحبك الآن. يا سلام، متى استحمت آخر مرة؟ انظر إلى إصبع قدمها الكبير. لا توجد مناديل حولنا. ما هذه الرائحة؟ يا إلهي، هل هذه رائحتي؟ لا يهم. هذا مقزز جدا. ما مشكلتك؟ هل رأيت كيف أمسك بالكرة؟ كانت حركة رائعة. أرقد، أرقد. نعم، هذه أفضل ليلة في حياتي. أتفق معك تماما. أمل أنها ليست بداية نزلة برد. هيا، ألن نذهب إلى السينما؟ انهض، لنذهب. أه،
آمل أن يكون شكلي مرتبا. رائحة نفسي منعشة. سيكون هذا الموعد رائعا. يا ستيفن، هل هذه الباقة لي؟ أنا أعشق الورود. أوه لا. خذ الباقة. سينتظر ستيفن لبعض الوقت. لكن كنا على وشك المغادرة. أنا متأكد من أنها ستنتهي عما قريب. يا ترى ما الذي تفعله هناك؟ يبدو كمنتجع صحي متكامل. يجب أن تدلل الفتاة نفسها، صحيح؟ أوه، لابد أني غفوت. لم ترتدي ملابسك بعد يا بتي. كم مضى من الوقت؟ يحتاج ستيفن إلى حلاقة ذقنه. أي، هذا مؤلم. هل يوجد كتاب يمكنني قراءته؟ كدت أن أمسك بها. أي، هل غفوت مجدداً يا ستيفن؟ هذا الأصفر أم هذا الأصفر؟ أوه، هذا يكفي. أنا أستسلم. لقد وصلت. لا أصدق ذلك. لقد انتظرتك طول العمر يا جميلة. شكراً على الانتظار. آنسة بيتي، إنه وقت الاستيقاظ. سيكون يوماً رائعاً. نمت جيداً. رداؤك يا آنستي. شكراً. سأخذ حماماً الآن حتى أحافظ على استرخائي. أمل أن المياه لا تزال دافئة. رقائق الذهب مفيدة للبشرة وتمنحها رونقاً لامعاً. يمكنني البقاء هنا طوال اليوم. أوف، أشعر بالبرد. هل حلت نهاية العالم؟ أفسد المنبه نومتي الهنية. لا أحتاج القهوة مع هذا المنبه. أشعر بالنعاس. سيساعدني الدش على الاستيقاظ. أتشوق لبعض الماء الساخن أو الدافئ على الأقل. لم أسدد فاتورة الماء. مرحبا. يبدو أني لن أستحم اليوم. المناديل المبللة أفضل من لا شيء. رائحتها منعشة. أمل أن يكفيني منديل واحد أو منديلان أو ثلاثة. استخدمت الكثير. أشعر بالانتعاش الآن. 28 29. حسناً، أدوا الأغنية مع ابتسامة عريضة. انطلقوا الآن. مع السلامة. أنتم مدعوون لزفاف القرن. مدعوون. إنها مبدعة حقاً. استعدوا للزفاف وللزفاف استعدوا. إنها من بيتي. بالفستان الأبيض. انتظروا بيت العروس. إنها دعوة لحفل زفاف بيتي. أو ما هذا؟ شكراً. الدعوات يدوية الصنع أكثر تميزاً. إنها شخصية ولا تكلف قرشاً. حسناً، انتهيت. آمل أن تبدو جيدة. أنتم مدعوون لحفل زفافنا. سنسعد بحضوركم. بسرعة أرسلها. وإرسال. نسيت تسديد فاتورة الإنترنت. لا يمكننا إرسالها. هذا فظيع. لحظة، تعال معي. هذا المكان جيد. بسرعة قبل أن يرانا أي أحد. لدينا إنترنت. هل أرسلتها؟ سنتزوج يا عالم. من الأفضل أن نغادر. أوه، يا
يجب أن أذهب للحمام الآن. هل يمكنني الذهاب للحمام من فضلك؟ إنها فرصتي. انظري، هل تريدين الأجوبة؟ يجب أن تدفعي ثمنها. شكراً، تفضلي ورقة اختبار باتي. أشعر براحة كبيرة. أهلاً، أين ورقتي؟ أين اختفت ورقتي؟ هل كانت هناك ورقة أصلاً؟ أين ذلك الكتاب؟ لا يمكن أن يكون سيئاً جداً. أشعر بالملل. من المتصل؟ هلو؟ هل أنهيت الكتاب؟ وأنا أيضاً أفضل فعل أي شيء آخر مثل مشاهدة فيلم أو أحب هذه الأغنية. مت أيها الروبوت! هيا، بقيت نقطتان فقط. يا إلهي، ما الوقت الآن؟ ماذا؟ إنها الثامنة تقريباً. هذا القلم رائع. هل تأخرت؟ أهلاً، هل فاتني الكثير؟ أعلم أنكم تتساءلون عن الذرة. أعطوني قادرة على البقاء مستيقظة. نينا؟ نينا؟ قلت نينا؟ استيقظي، اصحي. أوف، أنا مراقة. يجب أن أبدو مستيقظة. ستنقذني هذه النظارة. لصنعها ستحتاج إلى صورة لوجهك. ستحتاج العينين فقط. هل أبدو صاحية؟ لكن إن أضفت الكبريت للخليط. أي سؤال عن الدرس؟ يا إلهي، إنها نائمة. يبدو أني مضطر لإيقاظها. أنا قادم. أو لا، نينا، هل أنت نائمة؟ يجب أن تستيقظي. مرحبا، استيقظي. صباح الخير. إنها في موقف لا تحسد علي. هذا الواجب صعب، لكني تمكنت من حله. أنا فخورة بنفسي. سأضع الورقة في هذا الملف حتى تظل سليمة. سأضع الملف في حقيبة الآن. أنا متحمسة لتسليم هذا الواجب. تحفتي الفنية. يا لها من بلهاء. يا للهول ورقتي، هذه ثانية كبيرة. إنها تبكي، هل تصدقين ذلك؟ من يبكي هكذا؟ ستساعدك هذه الأداة. شكراً. مهلاً، ما الذي سأفعله بها؟ فهمت. استخدم مكواة تفردي الشعر لتسوية الثنيات على الورقة. ترى، حلت المشكلة. تبدو مرتبة. نينا! حسناً، أنا مستعدة لهذا اليوم. هذا الدفتر الصحيح. أوه، مرحباً، هل أنت مستعدة للحصة؟ راضي من فضلك. أجل، هذه كل المواد. انصرف، لم أعد أحتاجك الآن. هناك مشكلة هنا. أجل، إنها حصة الرياضيات. أحتاج هذا اللابتوب. هذا؟ البطارية منخفضة؟ لا تحتاج الدفاتر والأقلام إلى بطاريات. أجل، إنها محقة. ماذا سأفعل الآن؟ يمكنك أخذ هذه الورقة. شكراً. خذي هذا القلم أيضاً. أجل، تاج التمرن. يجب أن أرتدي التاج المناسب للمناسبة.
شكرا، يمكنك الانصراف. أوف، هذا التمرين الشاق. تقومين بعمل رائع يا أميرة. ها، القفز على الحبل تمرين فعال. للأعلى. سيقوي الاسكوات ساقي وجذعي. يجب أن أبدو جميلة على العرش. أنفخ بعض الهواء علي. لا تنسي الارتواء يا أميرتي. حسناً، حان وقت العمل. أوف، ليس هناك ما هو أثقل من هذين الدلوين. يجب أن أحملهما. أوف، أتمنى لو كان لدي سلم. أوه، أشعر بوجع في عضلاتي. القمامة في كل مكان. أوه، إنه تدريب شاق. أوه، تبدو عضلاتي قوية. أوه، شكراً، إنها هدية رائعة. أوف، ما هذا؟ أوه، ظننت. أنت خذي الكيكة. انصرفي الآن، لا أريد أن أرى وجهك. اخرجي. يمكنك الاحتفاظ بالكيكة. أوه، حسناً، شكراً. واو، هذه الكيكة مليئة بالنقود. إنها لا تنتهي. لا أصدق ذلك. ماذا؟ أريد تلك النقود. أنا غنية. هذا رائع. لقد غادرت مع النقود. هناك كيكة أخرى. هيا، لابد من وجود نقود هنا. كلا، اتسخت يدي الآن. أوف، المكان بارد. هل نمت على الأريكة؟ أهلا بشعري المتشابك. ها هو المشط والكثير من الخردة. هذا مقزز. الأغراض مغطاة بشباك العنكبوت. إنه أفضل من لا شيء. لا يعمل كأنه مشط. لماذا شعري متشابك بشدة؟ أي، هذه الخصلة صعبة. أوه، هذا سخيف. هيا، غادري شعري. أوه، هل كان كل هذا على رأسي ونزعته؟ كيف فعل المشط المسكين كل هذا؟ لا يهم، سأستخدم أظافري. هذا لا يعمل. هل يوجد أي شيء حولي؟ ماذا عن هذه الملعقة؟ أجل، استخدمي القلم ثلاثي الأبعاد لصنع أسنان الفرشاة. قد يستغرق ذلك بعض الوقت، لكن النتيجة تستحق العناء. يمكنك عمل الشعيرات بالطول الذي ترغبين به. واصلي حتى تغطي كل الملعقة. حان وقت قص الشعيرات. للنصف طول ممتاز. وحصلت على فرشاة جديدة. سأتخلص من كل الخصل المتشابكة الآن. سيصبح شعري حريرياً ولم أنفق قرشاً واحداً. هلا، يبدو شعري رائعاً الآن. الإبداع رائعاً ومرهق. لا يمكنني تخيل شرب عصير ليمون غير طازج. أشعر بالملل. من الأفضل أن أخرج، لكني أحتاج إلى زوجي أحذية. حسناً، إذن أيها الخادم. نعم يا سيدتي. أحتاج إلى حذاء. هذه مهمة سهلة. اخترت ألمع زوجي أحذية. لا. أو حسناً، أوف، أحمر فاقع. لا. صندل. ماذا عن الأحذية الرياضية؟ لا. من الصعب اختيار الحذاء المناسب أحياناً. يعجبني تاجي على الأقل. حسناً يا سيدتي، هذا آخر زوجي أحذية. الجو غير ممطر اليوم. لا تطرديني أرجوك. أغرب عن وجهي. يجب أن أتصرف. هل يمكنني صنع حذاء بنفسي؟ يا إلهي، سأصاب بالجنون. هل تذكرت
لدي هذا الزوج، إنه كل ما تبقى، إلا إذا هذه النبتة جميلة. وجدتها. استخدمي قلماً ثلاثي الأبعاد لملء الفراغات، واصلي حتى تحصلي على الشكل المطلوب. وحصلنا على نعل. أحضري وعاءً ورقياً كهذا وقصيه إلى نصفين. استخدمي القلم للصقه، سيبقى ثابتاً في مكانه. واصلي. وبعد الانتهاء من ذلك، أخرجي القطعة الورقية. استخدمي شريط زينة لجمع خطوط الغراء، واربطيه في فيونكة. يا للروعة، سيعجبها هذا الزوج. سيدتي، وجدت زوج الأحذية المثالي لك. ما رأيك؟ حقاً؟ أجل، حقاً. يا إلهي، أمل أن يعجبها. أحتاج هذه الوظيفة. هل أنت متأكد؟ تعتمد حياتي على هذه اللحظة المصيرية. لا تقلق، سأرتدي. هذا الزوج جميل، أمل أن يكون بمقاسي. ممتاز، كما أنه مميز، سأستعرضه على الإنستغرام. هذه الكومة، هل يجب أن أفعل كل شيء هنا؟ التي جميلة جداً. حفلة اليوم؟ يا إلهي، هل لدي شيء هنا بلا بقع؟ كل ملابسي ليست رسمية. أليس هناك لباس ملائم للسهرات؟ حتى هذه غير متطابقة. ما هذا الشيء؟ ربما سأجد شيئاً هنا. ماذا أفعل بهذا؟ لدي كثير جداً من الخردة. الفقر فظيع جداً. ومؤلم أيضاً. في الواقع، يمكنني الاستفادة من هذا. انظروا أيها الحضور، ها قد وصلت ملكة الحفلة. واو، يا له من فستان. واو، تمسك يا قلبي. حسناً، هل تستمتعين يا بيتي؟ لديهم مشروب غازي ممتاز. حسناً، حان الوقت لدخول الحفل. متحمسة جداً. انظروا لذلك الفستان، رائع. ما الذي يجري؟ من أين حصلت على هذا الفستان؟ أريد واحداً. دعك من هذا،